شي بالعباس العبابسة. العبابسة ربي يحفظكم والله يفرحكم. بون كانوا لي كليون، لي كليون تقريبا كاع لي جاو تاع فيسبوك، لي شافوني في الفيسبوك، ربي يحفظكم خوتي اللي فرحتوني اليوم. والحمد لله يا ربي، النهار الاول كنت نبكي لكم انا ونجي تقيبك. الحمد لله السلعه كاع انباعت، بالعكس الناس جاو يحوسوا على السلعه وما لقاوش، وغدوه ان شاء الله غادي تكون سلعه اكثر. غدوه ان شاء الله غادي نوع لكم اكثر ان شاء الله. مازال يوم الجايه ان شاء الله احسن واحسن، ونزيدو نطوروا ونزيدو نتعلموا. ما راني واقفين غير بيكم نتوما خوتي. شكرا بزاف على الدعم، شكرا بزاف على 40,000 متابع اللي لحقنا لها، ما بقاش عندي وقت باش نقولها لكم. المهم خوتي صحه فطوركم، دوك غادي نطلع للدار. الحمد لله يا ربي اللي فرجها، اللهم ادم علينا نعمة يا رب، اللهم اسعد كل قلب مجروح يا رب العالمين، اللهم امين. بون جوست باش تعرفوا بلي مول النيه يربح، وعلى نياتكم ترزقون، وخاصكم دائما صفوا النيه، صفي النيه ربي يرزقك. هكا سمعوني مليح. اليوم كي حليت جاني ان كليون ما نعرفهش وجامي شفته، ما عندي حتى كونتاكت معاه، جا من ولايه واحده اخرى. قال لي حسبي لي هذه السلعه شحال فيها اللي تخدميها، ماشي تاع البنات، ما تجوش تقولوا لي كذا ولا كذا. السلعه اللي نخدمها انا هادو اللي حاطتهم بسبوسه، هادوك صوالح شربات وكاع. وانا والله حتى المحشمت وحشمت زعما ما قديتش ما بنحسب. قلت له ما على باليش، قلت له انا كنبيع يبان لي الحساب. رفد مكتوب وعطاه لي، قال لي صوالح مديهم في سبيل الناس اللي يفوتوا، صدق عليا وعليك. هنا باش تعرفوا بلي وعلى نياتكم ترزقون، يعني انا كي حطيت روحي في مواقع التواصل الاجتماعي بالحانوت وسعيت للرزق بنية خالصة، ما عندي حتى أغيار بونسي، ربي رزقني من بابه الواسع. والحالة راهي تمشي الحمد لله لاباس كيما يبغي الخاطر. برك زينوا هاد زينوا لي وصفوا قلوبكم، هذا ما كان هكا خوتي. الحمد لله راني كيما نقولوا ما خنتش الأمانة. الا كش السيد راه يشوف الفيديو ولا لي ما خنتش الامانه، صوالح كاع راني نمت فيهم باطل، وربي يجعلها في ميزان حسناته ان شاء الله، وربي يقوي الناس الخير. وصافي بليزير نشوفوا رجالنا تاع بلادنا يشجعوا بنات بلادهم باش يخدموا الحلال ويسعوا للرزق الحلال. هذه هي شيرات، وصحه فطوركم، ونتلاقوا بسيسه ان شاء الله في الله.